دستور مين والناس نايمين. الحلقة الأولى النهاردة هنتكلم عن شخصية من اللي ربنا بلانا بيهم لكتابة دستور مصر، شخصية عنوانها التلون. أيام ثورة يناير بيطالب بالصبر على مبارك وإننا نديله فرصة تانية، وبعد نجاح الثورة بقى ثوراجي آخر حاجة، وإن الحمد لله اتخلصنا من أس الفساد. طبعا عرفتوه، أيوة عمرو موسى، واللي هو كمان رئيس اللجنة. أول هام نافق مبارك، فقبل ثورة 25 يناير اتسأل لو ترشح مبارك هتديله صوتك؟ قال لو ترشح هصوت له عشان أنا عارف كويس طريقة إدارته للأمور. شوف، طالما الرئيس مبارك سيرشح نفسه وأنا أعلم، أنا يعني عارفه كويس وعارف إن هو يعني طريقة إدارته للأمور وإلى آخره، أنا أصوت له. عمرو بيه زي ما بينادوه جري قابل في السر وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة ليفني قبل ضرب غزة بأسبوعين في 2012، وطلبت منه إرباك الرئيس مرسي بمشكلات داخلية، وده اللي حصل بالفعل. ولما رجع بسلامته بقى ضيف رئيسي في برامج التوك شو لتسويق الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور بدون أسباب مقنعة. وما اكتفاش بكده، ده اصطنع مشادة مع رئيس الجمعية التأسيسية المستشار الغرياني، واعترض على مواد بالدستور كان هو نفسه اللي اقترحها. احد الاشخاص المنسحبين قال في الماده الاولى اضاف لنا كلمه امتداده الاسيوي، ودي الدكتور السيد عمرو موسى اضافها، وكلنا قلنا له شابو، دي ماده جميله جدا، كلنا بنتمنى الاشاره لسيناء في الدستور. فلما يجي هو بعد كده يطلب حذفها وينسحب من الجمعيه عشان تحذف. وواضح ان البي كان ليه علاقات جامده جدا بالكيان الصهيوني. تخيلوا إن هو مهندس عمليات تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وبرر ده إنه عمل كده علشان يقوي موقف المفاوض العربي ويقنع زعماء إسرائيل إن التفاهم مع العرب ممكن يكسبوا منه كتير. عمرو باشا دافع عن الفاسدين ورجال الأعمال المتهمين في قضية التلاعب في البورصة، وقال لابد من عودة رجال الأعمال الوطنيين، وكمان لازم نطمنهم زي الوزير الهارب رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال المتهم بالتهرب الضريبي نجيب ساويرس. مش هنتكلم عن الخمرة اللي بيتهب بيشربها. تخيلوا بقى معانا إن واحد بالشكل ده هو اللي بيحط دستور بلدك.